كانت مسمى الكابتن علاء يتكلم على موضوع التغييرات بالنسبه لمستر موسيماني. هل المستر موسيماني بعد 2-0 وعدم وجود خطوره من فرقه اسوان الا من الضربات الثابته ممكن يكون جاله الاحساس ان الماتش خلص؟ اكيد. ما هو التغييرات دي الاحساس وصل كده للجهاز الفني ان الامور خلاص انتهت تماما. لكن عدم التمركز الجيد في الضربه الثابته اللي هو الحلواني قلنا من اول مباراه مميز فيها جدا جدا جدا. الشوط الاولاني في كوره اللي هي الاوفسايد جت هدف. كوره بعديها اتلعبت حطوها المهاجم حطها براسه فوق العارضه والكوره الثالثه هدف غير الضربات الركنيه فما تعاملناش معاها بصوره كويسه. الهدف ده هو اللي اربك الدنيا. يعني هو مستر موسيماني مش بس مستر موسيماني اعتقد الجماهير وممكن احنا كمان حسينا بعد 2-0 ان المباراه انتهت. وهي الطبيعي مفروض مع فرقه زي النادي الاهلي وجايبه 2-0 وناقص ربع ساعه مع اسوان مع احترامي الكامل ليهم بذلوا جهد كبير وفي اكتر من لاعب واضح ان في شغل معمول وجهد وبيحاولوا لكن انت اللي حطيت نفسك في المأزق ده. يعني تمرير خاطئ كتير جدا النهارده جدا من الشوط الاولاني والشوط الثاني كمان اوضح بقى تمرير كميه تمرير خاطئ في وسط الملعب بتفقد الكوره ببساطه شديده جدا من اكتر من لاعب مش 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 واحد بس يعني كتير كتير تمريرات انا قعدت اكتب تمريرات مقطوعه كتيره جدا 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 بدون ضغط يعني انا ممكن بالزبط. ممكن يكون في تعب انا ما بقولش لا الماتشات اللي ورا بعض ممكن يكون في تعب ولكن برضو وانا تعبان المفروض يبقى صحيح بتعمل عدم تركيز شويه بس انا كنت اقول انه لازم تركز بس لازم حتى يعني يبقى فيه اهتمام وانا بمرر الكوره فيه اهتمام فالاحساس اللي هو ان المباراه انتهت وصل للعيبه في الملعب واعتقد وصل للجهاز الفني بالتغييرات اللي حصلت اللعيبه اللي نزلت مش لعيبه وحشه بس في ناس فيهم بعاد بعيد كتير جدا يا ريت يجيبوا اول ما نزل اجايلي اسامه وهو بيحكي كده على حكايه الميس باظي اول ما نزل كره لينا رجعها المهاجم رجعها الواحد هجم علينا المهاجم اللي وراه برده نفس يعني يا ريت يجيبوا كميه اخطاء كتيره في التمرير دي فرقت كتير قوي لكن الحمد لله ان الثلاث نقط جم كل اللي اقدر اقوله انه مفيش شك ان فتره الراحه ديت والتوقف ان مفيش لعب مطلوبه جدا 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 عشان الناس اللي هي بتلعب كتير تريح زي علي معلول زي ايمن اشرف زي سوليا زي كل الناس اللي بتلعب كتير محمد شريف واللعيبه اللي هي ما بتلعبش كتير برضو فترة انه يتمرنوا اكتر ويجهزوا اكتر وكمان تشيل الضغط شوية من على الجهاز الفني احنا فترة الراحة اللي خدناها بعد ماتش قبل ماتش الترجي فرقت معانا كتير جدا في الاداء في ماتشين الترجي والماتشين بعديها لكن دلوقتي جت في توقيت مناسب موضوع الراحة الحمد لله على الثلاث نقط يعني مبروك طبعا